السلام عليكم. هسه راح نبلش شرح الطريقة الثانية في الديفليكشن اللي هي طريقة الكونجكت بيم ميثود. طريقة الكونجكت بيم ميثود هي طريقة غبية شوي. كيف يعني غبية شوي؟ طريقة شوي معقدة، أو مش إنه صعبة يعني بمعنى معقد، لا، طريقة فيها تحويلات، فيها تغيير، فيها سوالف عجقة، مش زي الدبل انتجريشن. الدبل انتجريشن كانت عبارة عن أنه تكامل معادلة المومنت على EI يعطيني ثيتا، وتكامل الثيتا يعطيني إيش؟ ديفليكشن. تمام. وحكينا أنه في عندي ثوى باوندري كونديشن، أنه عند السبورت زيرو، الثيتا عند الفيكس زيرو، الثيتا عند القيم الثانية بتساوي رقم، والثيتا عند نقطة بتساوي الثيتا يمينها وتساوي الثيتا يسارها، والديفليكشن عند سبورت بالنص بيساوي زيرو وبنفس الوقت بيساوي الديفليكشن على اليمين بيساوي الديفليكشن على اليسار حسب المعادلة وهكذا. فهسه طريقة الكونجكت بيم ميثود ما فيها تكامل، ما فيها حل زي هيك، بالعكس طريقة ممكن أسهل. الطريقة كالتالي: في أنا عندي هسه تعرف مصطلحين، في عندي مصطلح اسمه ريال بيم، وعندي مصطلح اسمه كونجكت بيم. الريال بيم هو البيم اللي بالسؤال، يعني البيم اللي احنا متعرفين عليه، بيم عادي، بيم اصلي، بيم اصلي. طب الكونجكت بيم، كونجكت بيم هو عبارة عن بيم انا برسمه حسب قواعد معينة، وبكون اللود عليه هو المومنت ديجرام، مومنت ديجرام للبيم الاصلي. يعني الكونجكت بيم هو نفس البيم الاصلي ونفس الاطوال ونفس كل شيء ما عدا السبورت، اللود اللي عليه بيكون هو المومنت ديجرام للبيم الاصلي. فانا بدي اطلع ارسم المومنت ديجرام عشان امسكه واحطه على الكونجكت بيم، عشان هيك لازم انت تكون سفاح مومنت ديجرام. واللود فهذا اللود اللي على الهاي هو اللي بحل عليه. طيب هسه شو البيم، كيف بدي ارسمه؟ بكل بساطه لاحظ بحكي لك هون، لو كان انا عندي بيم عليه لود دبليو لفوق، فالمومنت ديجرام له هيك مثلا، صح؟ رح تقول لي صح، ولكن المومنت ديجرام اللي بحطه على الكونجكت بيم هو عباره عن ام على اي اي، ام على اي اي. هسه بالسؤال بحكي لي مثلا هذا اي، فاذا اعطاني اياها اي فبتكون مباشره نفس القيمه، يعني قيمه المومنت ديجرام هي نفسها. لما كانت 2i بقسم قيمه المومنت على 2، المومنت ديجرام بقل النص، وهكذا. صحيح المثال عليها. الكونجكت بيم بتسمي دائما السبورت الجداد اي فتحه بي فتحه، لانهم ما لهم نفس الرياكشن، الرياكشن عند بي هو مش نفس رياكشن بي فتحه اكيد، لانه ام هذا مومنت هذا يعني. طيب في عندي 2 ثيورم. الثيورم اللي بيحكوا لي او انه الدرس او الطريقه شو بتحكي لي؟ بكل بساطه الشير على الكونجكت بيم هو نفسه الثيتا او السلوب عند البيم الاصلي. المومنت عند الكونجكت بيم هو نفسه الديفليكشن أو الإزاحة بالبيم الأصلي. يعني أنا لو بدي الديفليكشن عند نقطة للبيم الأصلي، وأطريق الكونجكت بيم، برسم الكونجكت بيم، بحط المومنت عليه، بطلع المومنت عند النقطة اللي بده فيها الديفليكشن، وخلاص المومنت هذا هو نفسه الديفليكشن. هاي الثيرم اللي بحكي لي إياها، هي نظرية واحد وهي نظرية اثنين اللي أنا حكيتهم قبل شوي. هسه بضل عندي السبورتات. السبورتات بالكونجوكت هي نفس السبورتات اللي بالبيم الأصلي؟ بقول لك لا، السبورتات أنت بدك تغيرهم حسب الجدول التالي. لو أنا عندي هذا الريال بيم وهذا الكونجوكت بيم، لو كان أنا عندي بين على الطرف، فالبين على الطرف بيضل بين على الطرف زي ما هو. هون إذا الثيتا قيمة، هون الشير لها قيمة اللي هي نفس الرياكشن، وإذا الدلتا زيرو فالمومنت زيرو 100%. حكينا الدلتا هون هو المومنت، والثيتا هون هو الشير. الرولر نفس الاشي. الفيكست بصير فري. ليش بصير فري؟ لانه الفري المومنت والشير عندها زيرو، والفيكست
الثيتا والدلتا عنده زيرو، فشو السبورت اللي بيعطيني ثيتا، شو السبورت اللي بيكون له ثيتا ودلتا زيرو وبصير بيكون له المومنت والشير زيرو اللي هو الفري. يعني الفري الثيتا والدلتا لها قيمه، فالفيكست رياكشن له الشير والمومنت له قيمه. بين بالنص، البين بالنص الثيتا لها قيمه والدلتا لها قيمه، وبالتالي الانترنال هنج المومنت عنده زيرو يعني الديفليكشن زيرو والثيتا له قيمه. عشان هيك انا البن والرولر بحولهم لانترنال هنج، او الانترنال هنج بحوله لبن ورولر. ليش؟ لانه الانترنال هنج بالاصل بيكون له قيمه للديفليكشن وقيمه للثيتا، فبالتالي الرولر بيكون له قيمه للمومنت وقيمه للشير. اما الرولر بيكون له قيمه للثيتا ولكن الديفليكشن زيرو، فبالتالي شو الشيء اللي له قيمه للثيتا والديفليكشن له زيرو؟ لو الانترنال هنج المومنت له زيرو، المومنت زيرو عند الانترنال هنج، عشان هيك انا حولته الانترنال هنج. فانا هاي التحويلات بدون ما احفظهم بقدر افهمهم. انا السبورت اللي عندي شو عليه دلتا وثيتا، والكونجوجيت بيم شو السبورت اللي بيعطيني مومنت وشير بنفس قيمه الثيتا والدلتا. يعني الثيتا هنا زيرو، فشو السبورت اللي بيعطيني شير زيرو؟ زي هيك اللي هو الفري، واللي هو الفري. فبالتالي اذا كان الفيكست الثيتا عنده زيرو، فبالتالي الفري عندها الشير زيرو. ثيتا تساوي شير، دلتا بتساوي مومنت. فاول خطوه، فهذا هذا مثال بقول لك، بقول لك هذا عندي الريال بيم وهذا عندي الكونجوجيت بيم. الريال بيم لاحظ البن على الطرف، فبيظل بن. ليش؟ لانه هون المومنت زيرو، فبالتالي الديفليكشن زيرو، الثيتا قيمه، فبالتالي الشير له قيمه. هذا الاساس. الفيكست في له رياكشن وله له مومنت وله رياكشن، يعني له ثيتا، ثيتا يعني هون الثيتا كم؟ لا انا بديش هون، الثيتا هون كم؟ زيرو، والديفليكشن هون زيرو، فشو السبورت اللي له الديفليكشن زيرو والثيتا زيرو؟ اللي هو هذا. فهون فري، الفري الفري القيمة الشير والمومنت عندها زيرو، فبالتالي انا بدي دلتا وثيتا بتساوي زيرو. وهيك بشتغل، هيك بشتغل. لاحظ كيف حولهم؟ هذا internal hinge صار roller، هذا fix صار free، الرولر صار internal hinge، والبن اللي على الطرف ظل على الطرف. طرق الحل، طرق الحل كالتالي. طريقة الحل، ارسم المومنت diagram للبيم الأصلي. ثانيا حط، ثانيا مكان ما في مومنت موجب بتحط اللود الأعلى، ومكان ما في لود سالب مومنت سالب بتحط اللود لتحت. اللود يعني اللي هو اللود على الكونجوجيت. ثالثا ترسم كونجوجيت مين وبتحط المومنت دايجرام عليه مقسوم على قيمة الستيفنس، ستيفنس حكيناها اي ار. رابعا شوف وين طالب الديفليكشن والثيتا عند اي نقطة، وروح اقطع بيم الكونجوجيت عند النقطة نفسها. خامسا قيمة الشير عند الكونجوجيت تساوي الثيتا عند الأصلي. سادسا قيمة المومنت عند البيم الكونجوجيت تساوي قيمة الديفليكشن عند البيم الأصلي. سابعا، ولا ما في سابعا، ما في سابعا، بس سابعا إذا كانت الشير موجبة يعني الثيتا عكس عقارب الساعة. ثامنا إذا كانت المومنت موجبة يعني الديفليكشن موجب. فهاي طرق الحل، إذا التزمت بهذول الثمان شغلات فأنت أمورك تمام. حل مثال، مثال بسيط طبعا. لو كان عندي، كان عندي اوجد السلوب والديفليكشن عند النقطة بي،
طبعا احنا عارفين لو كان انا عندي بيم زي هيك بقدر احله على الدبل انتجريشن، بقطع هون وبقطع هون وبحل وبكامل بخلص. وعند الباوندري كونديشن عند الثيتا 0 بتساوي 0 وعند عند الدلتا 0 بتساوي 0 بس، وبتحل امورك بتمشي. طيب قال لي الاي 800 والاي 29000، فهذا بيم واحد نفس المنبر فما بفرق عندي الاي، يعني بتفرض الاي قيمتها واحد تمام، يعني لما بدي اقسم المومنت ديجرام ما في داعي. بس درس المومنت ديجرام لهذا الشكل، المومنت ديجرام شرحينه احنا بالتفصيل في شابتر 4 شرحينه بالاستاتيك. المومنت ديجرام لها بده يكون عندي هاي 75 عكس عقارب الساعه. ف خلينا نرسم الشير اول، نرسم الشير، الشير له هيك هون بنزل شوي او بنزل للصفر. هذا الشير لهي القيمة، قيمتها 5. المومنت ديجرام على اليمين ترسمه بتكون عندي كالتالي، العكس عقارب الساعة بنزلني لتحت والمساحة الموجبة بتسكر لي اياها هون. هاي القيمة هي عبارة عن 75 سالب، سالب 75 تمام، سالب 75. فهيك انا رسمت المومنت ديجرام. ثاني خطوة بدي ارسم الكونجوجيت بين، الكونجوجيت بين هاي فيكست، فشو بتصير فري، وهاي فري شو بتصير فيكست. هاي A فتحة وهاي B فتحة. اللود شو بدي احط اللود، بدي احط اللود لأسفل، اللود لأسفل يعني يعني هيك مثلا، يعني المفروض بس السهم مش ضروري شكل المثلث، لا اذا زي ما انا راسم المومنت ولا لا ما بفرق معي شكل المثلث، بس انه المومنت سالب فالمومنت زي هيك. قديش قيمة اي قلت لك افرضها واحد، لانه مش هذا مش منبرين، يعني لو كان هنا مثلا سبورت بقول لي هاي قيمتها 800 وهاي قيمتها 1600، فبقول لك هاي اي فهاي 2 اي، فبفرق معي انه المومنت ديجرام بنقسم على اثنين بالجهة هاي بالجهة هاي. يعني راح ناخذ مثال عليها يعني ما تخافوش. فهاي 75 على اي اي، طبعا لا تحط السالب، خلص السالب يعني اللود بتحط. فهاي المسافة 15 وهاي المسافة 15. هو شو طالب مني؟ طالب الرياكشن، طالب الديفليكشن والسلوب عند النقطة بي، يعني بده الشير وبده المومنت عند الـ A. طيب بده طلع الرياكشن، خلص المومنت الشير ما بيهمنيش، المومنت بيهمنيش، خلص يلا مجموع FY بتساوي 0 عندي. قلنا سالب 75 ما بدناش اياه، 1.7. طيب تركيز المثلث نص في 15 في 75 سالب زائد ب فتحة واي بتساوي 0، فب فتحة واي هي بتساوي نص ضرب 15 ضرب 75 بتطلع معي 562.5 على اي اي. ليش اي اي؟ لانه هاي قيمتها اي اي، يعني هون اي اي. طلع معها زي هيك ولا لا؟ هاي هاي طلع معها 562.5. انا طلع معي موجب، هو طلع معي نيجاتيف، يعني انا طلع معي عكس عقارب الساعة وطلع معاه مع عقارب الساعة. بس في شغلة، في شغلة، هو احنا قلت بتقطع، انا ما قطعت، انا وجدت الرياكشن. يعني انا لو بدي احله كطريقة صحيحة انا قطعت عند البي، في عندي شير في عندي مومنت زي هيك على الساين كونفنشن. فالفي هون بطلع سالب، الفي بطلع سالب، فانا بشتغل دائما على الشير. انا حلي صح، انا كنت صح، بس انا بدي اوضح لك فكره انه هو كيف بيحل. فهاي في فتحه او هاي هي الفي، فبالتالي الثيتا بتساوي سالب 562.5 على اي اي. انا كنت بدي اوضح لك فكره، اذا كان عندي
السبورت على الجهة اليمين وطلع الرياكشن موجب، يعني الثيتا سالبة. أنا كنت هيك بدي أوصل لك فكرة يعني، مش مشكلة. هسا كتبتها، هسا المومنت راح يطلع معي برضه سالب، يعني الديفليكشن لتحت، وأصلا إجباري. يعني أنا لو مكان البيم زي هيك، بعرفش راح يرجع، ما راح يرجع، بس إنه هون لما كنت أنا راسم الشير والمومنت الرياكشن، كنت حاكي إنه رياكشن في واي هيك والمومنت هيك. بس المومنت هذا مع عقارب الساعة، مع عقارب الساعة يعني فرضا نيجاتيف بوزيتيف او نيجاتيف، فانا ما بدي اتخربط فيها. يعني انا لما احله راح يطلع معي موجب، لاني انا فرضه هيك، فانا ما بتبع على الفرض. انا المومنت هذا عندي هيك، المومنت عندي هيك، فهذا يعتبر بوزيتيف مومنت، يعتبر نيجاتيف مومنت هذا. فالنيجاتيف مومنت شو بيعمل لي؟ بيعمل لي ديفليكشن سالب، اصلا مبين هذا هيك راح ينزل لي البيم لتحت، فهيك الديفليكشن، فهاي سالبه. فالديفليكشن هو قيمه المومنت، يعني بحكي مجموع المومنت عند الـ A بساوي 0. بس انت دائما اقطع اسهل، اقطع افضل، زي مش زي ما علمتك او شيء، اقطع زي هيك، طلع الشير سالب يعني ثيتا سالبه، المومنت سالب يعني هاي سالب هاي. وهذا اللي عمله هون، قطع فطلعت معي سالب. طبعا نعوض الـ A والـ I وحول الوحدات، سالفه مش مهمه. وفي حاله المومنت، هاي المومنت طلع معاه سالب برضه، فيعني انه ديفليكشن سالب والثيتا مع عقارب الساعة، الثيتا مع عقارب الساعة. طب هذا مثال ثاني، هذا مثال ثاني. اوجد الماكسيمم ديفليكشن للستيل بيم شون ان ذا فيجر، بده الماكسيمم ديفليكشن. يعني اعرف شغله واحده، ماكس مومنت حكيناها بالشابتر 4 او بالفانكشن يساوي زيرو شير، يعني ماكس ديفليكشن يساوي زيرو ثيتا. يعني انا هسه لما بدي ارسم الكونجوجيت بيم بدي اشوف وين الزيرو شير للكونجوجيت، وهو اللي احل على اساسه، هو اللي احل على اساسه. طيب في عندي هون رياكشن A، عندي رياكشن B، وعندي لود. فالمومنت ديجرام بكل بساطة واضح معي مثل عين الشمس، إنه المومنت ديجرام شكله هيك بوزيتيف، طبعا بوزيتيف رياكشن لفوق. أو خلنا أرسم الشير، أنا هذا الشير ديجرام، أنا بدي أوضح لك كيف الرسمات أجت. فالشير ديجرام عندي بده يطلع 2، تظل ماشي، بعدين بده ينزلني لسالب 6، سالب 6 0. فالمومنت راح يكون عندي عبارة عن بوزيتيف، اللي هي 2 في 9 18، و 8 في 3 أو سالب 6 في 3 سالب 18 بتصفرني زي هيك. فهاي القيمة اللي هون 18، وهذا منبر 1 في 18 على اي اي. فهذا المومنت ديجرام. طبعا هذا السبورت بين على الطرف وهذا رولر على الطرف، بظلهم زي ما هم. فايش هو طالب مني؟ الماكسيمم مومنت، الماكسيمم ديفليكشن يعني. فانا وين اعلى قيمه وين الزيرو شير؟ الزيرو شير قبل شوي رسمت الشير ديجرام هون، صح؟ بس لا يعني انه هون هي قيمه الزيرو شير، انه يعني هذا البيم بدي اوجد له رياكشن. هسه هذا البيم توجد له رياكشن، وبدي احل وارسم له الشير ديجرام. الشير ديجرام مقعر، الشير ديجرام مقعر مثلا زي هيك. فانا مثلا وين الزيرو شير؟ الزيرو شير مثلا قيمة معينة، او في زيرو شير زي هيك بيطلع عندي هيك مثلا، سوالف هيك كلياتها، سوالف زيرو شير. بس انا لو بدي احله وبدون ما اتحذر وسوالف طرمة، بعمل قطع ثاني، صح ولا لا؟ اقول لي صح. بس اقطع شو بعمل؟ هذا مثلث وهذا مثلث، بعمل قطعين، باخذهم جزء اليمين، باخذهم جزء اليمين، باخذهم جزء اليسار، باخذهم جزء اليمين، بوجد الشير زيرو عند اي اكس وبحل. هو كيف حل؟ هاي عمل زي ما انا حكيت، صراحه انا ما كنت شايف الحل. بقول لي اذا كنت جيت بيم لودد وذ ام اي اي شلون ذا فيجر هي فوق،
الاكسترنال رياكشن الكونجكت بيم فيرست او جت الرياكشن بالكونجكت بيم الماكسيمم ديفليكشن بالريال بيم وير ذا سلوب تساوي 0 زي ما حكيت قبل شوي هي نفسها الشير بيساوي 0 assume the point act within the region بين 0 و 9 افرض انه الزيرو شير بحكي لك بين القيمه 0 ل 9 هون بقول لك افرض يعني اقطع اوجد المعادله اوجد المعادله اوجدت المعادله فطلعت عند المسافه 6.71 6.71 بين 0 و 9 معناته اموري تمام معناته الزيرو شير عند مسافه 6.71 بوجد معادله المومنت من معادله المومنت بطبق بيطلع معي الام فتحه اللي هو نفسه الدلتا ماكس بيساوي قيمه لو انت انا هذا السؤال موجود بدوسيتي لو انت مسكت وقطعت هذا الجزء وحليت بيطلع معك ما في زيرو شير اصلا يعني لما تحط على المعادله التربيعيه اللي بتطلع معك الشير ما بيطلع معك صفر ما في قيمة للشير يساوي صفر فبالتالي الشير بين الصفر والتسعة قطع بين الصفر والتسعة أوجد الشير على مسافة 6.7 لما أوجد الشير على مسافة كذا أوجدت من خلالها عوضت قيمة X هاي معادلة المومنت وحليت فأنا أوجدت هون معادلات الفانكشن الشير والمومنت طب نيجي لهذا السؤال هذا السؤال بحكي لي هون الـ I 450 وهون 900 هون 54 يعني إذا هاي I وهاي I فبالتالي هاي 2I صح ولا لا صح بالتالي لما ارسم المومنت دايجرام المومنت دايجرام اللي شكله زي هيك هيو المومنت دايجرام شكله زي هيك فبالتالي لما انا احكي انه هاي الجهه كامله هاي هي 2 EI زي ما حكيت قبل شوي فبالتالي ال 120 بخليها 60 وال 144 بخليها 72 وال 120 بخليها 60 فالمومنت دايجرام اللي بتحطه على الكونجكت بيم هو هيك شوف كيف المومنت دايجرام كان هيك هيو هيك اموري تمام ولكن بالجهة هاي قل النص لانه 2 EI فهذا المومنت ديجرام فهذا ايش طالب مثلا مني طالب اوجد determined deflection on the center C بده عند نص البيم عند نص البيم شو بتعمل اوجد السلوب والثيتا فايش بعمل انا بقطع باخذ الجزء اليمين او الجزء اليسار فانت يلا اقطع هاي ها هذا البيم طبعا هذا البيم اللي بتقطعه مش هذاك هذا بس انا وضحت لك انه وين سي خذ الجزء اليمين او الجزء اليسار فانا بس اخذت مثلا الجزء اليمين طبعا هاي 72 هاي 60 وهاي خلينا ارسم احلل لك اياها كامله عشان ما تحكيش انت ليش ما بتحلش لي بالفيديوهات كامله هاي ام سي هاي شير السي طيب نرسم الرسمة في عندي هون لود بعدين نزل شوي هيك بعدين يطلع هيك نزل هيك لا دقيقة هيك 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 الشكل عندي أنا هيك الشكل هاي القيمة عبارة عن 120 هاي عبارة عن 60 هاي 72 طبعا اللود لأعلى اللود للأعلى شو بعمل؟ بدي أعمل تركيز للمثلثات تركيز لشبه المنحرفات تركيز المثلثات شو المسافات مثلا إياها؟ هاي 12 وهي 6 يلا سالب بي سي زائد 120 ضرب 12 ضرب نص زائد هذا شبه منحرف قاعدته 60 وهي شبه منحرف شو مساحة شبه منحرف انا يا بقسم مثلث مستطيل يا اما لانه انا بدي شير مثلا فباخذ مساحة الشير هي عبارة عن 72 زائد 60 في القاعدة 6 على 2 فهي قيمة الـ VC موجبة الـ VC موجبة يعني هنا الثيتا بتساوي موجبة تمام فهون قيمة الـ VC بتطلع معي بعرفش إذا هو موجود VC بصراحة مش موجود قيمة VC فأنا مش بحاجتها بس أنا قلت لك لو بدي أوجد VC أنا بدي أوجد MC فعليا مجموع الـ MC بتساوي 0 عندي MC موجب والباقي بدي أعمل لي سالب يعني سالب هسا هون في عندي مثلث مستطيل بدي احكي 60 في 6 في 3 سالب
72 60 12 12 ضرب نص ضرب 6 ضرب 6 على 3 6 على 3 اللي هي تركيز، بعدين ناقص 120 ضرب 12 ضرب نص ضرب 12 على 3 4 و 6 10 تساوي 0. طبعا الناتج على اي اي، فهي شو نشوف اذا عامل زي ولا لا. طبعا هو هاي زي 60 في 6 في 3 مثلا، هاي ها الارقام هاي 1116 و 720 و 360 من وين جابها؟ اللي هي مقدار التركيز، يعني 60 في 6 60 في 6 خلنا انا اورجيك الارقام من الكتاب، وهاي هاي القيمة هي هاي 12 ضرب نص ضرب 6 هي 36، هي القيمة هاي 120 ضرب 12 ضرب نص هي القيمة هاي. وقيمة الرياكشن اللي أنا ناسيها اللي هي بتطلع معي 1116، تمام؟ تمام. فالناتج النهائي بيطلع معي بالسالب، وطلع معي بالسالب ليش؟ لأن في عندي أنا سالب 1116 في 18 عوضت كلها 3، طلع معي بالسالب. فأنا عرفت هاي الأرقام من وين أجت، هاي الرياكشن هاي عرفت من وين أجت، أنا عملت تركيز وحليت يعني. بس إنه لاحظ إنه لما يكون عندي أنا الآي مختلفة، لما تكون الآي مختلفة بدك تقسم المومنت ديجرام بالجهة اللي هاي، فبيطلع عندي دائما في عندي هنا طلوع ونزول بالجهة هاي، مكان ما فيه تغيير، مكان ما فيه نقطة التلامس بين الآيتين، وهذا التركيز تبعهم وهذا القطع. طيب هسه في حالات بضطر استعمل فيها طريقة السوبر بوزيشن. هسه انا مش ذاكر اشرح طريقة السوبر بوزيشن شابتر 4، بس طريقة السوبر بوزيشن هسه مش مهم كثير، ما راح تجي بالامتحان متأكد يعني. بس بدي اوضح لك فكرة. لو كان عندي بيم هيك، مثلا عندي هون لود مستطيل، وهون مثلا لود، هسه هاد في مشكلة. بتسنى تحكي لي شو المشكلة؟ بحكي لك هذا اللود المستطيل المومنت له قوة 4. طيب أنا لما أرسم الكونجكت بيم وحط لود قوة 4، أنا كيف بدي أحله؟ هذا كيف شو تركيز اللود القوة 4؟ راح أحكي لك أنت هون خلاص أنت مستحيل تحله، مع هيك بنحل على الكونجكت بيم. كيف بدي أحل هذا البيم لو بدي أحله؟ بكل بساطة بعمل إشي اسمه سوبر بوزيشن. شو يعني سوبر بوزيشن؟ بساوي، بحكي البيم اللي ناتج عن الكونسنتريتد لود لحاله والديستريبيوتد لود لحاله وحاصل جمعهم، فبالتالي هذا المومنت ديجرام له بيطلع لك هيك. بس ماشي، المومنت ديجرام بيطلع عندك هيك. هسه هذا تركيزه سهل، هسه بقول لك شو تركيزه، معروف بعرفه. بعدين بزيد عليه شو بحط هون اللود هاف، وهذا بيطلع لي مومنت ديجرام معين بغض النظر شو شكله، بغض النظر شو شكله، تمام. فبيطلع عندي اثنين مومنت ديجرام. هسه اللي بصير عندي كالتالي، بوجد الديفليكشن اللي ناتج من هاف، يعني بوجد المومنت والشير ناتج عن هاف، وبوجد المومنت والشير ناتج عن هاف وبجمع. بس ضبط شغله، اللود اللي زي هيك كيف بدي اتعامل معه؟ كيف تتعامل معه؟ بكل بساطة اقسمه بالنص. المسافة هاي اللي هي ماكسيمم مومنت هي W ال تربيع 8، تمام تمام. انت اوجدت معك ال W ومعك ال تربيع على 8، ال W ال تربيع 8 بالبيم الاصلي، يعني بالبيم الاصلي معك هاي القيمة ومعك هاي القيمة، هذا تركيزه 2 على 3 في ال B في ال H. شو ال H اللي هي هاي، وشو ال B اللي هي هاي. فبالتالي الماكسيمم مومنت لهذا البيم او المومنت اللي عندي لهذا البيم او الرياكشن او تركيز اللود، تركيز اللود هو عبارة عن 2 على 3 في بي في اتش. طبعا
تركيزه هون وهذا تركيزه هون، تمشي. طب شو المسافة؟ المسافة هي هاي. طب أنا هاي المسافة مش معي، أنا بقول لك هاي المسافة سهلة، 3 على 4 بي، ماشي. شوي بس أرتبها أكثر، أوضح لك إياها أكثر. هاي المسافة بي، ماشي. فالمسافة هاي 3 على 4 بي، ماشي. فبالتالي المسافة اللي ظلت هي ربع بي، ربع بي، ربع بي. أتوقع زي هيك، أو إذا كان غير هيك، إذا كان غير هيك أنا رح أعطيكم إياهم بالفيديو الجاي. فأنت لا تركز على هاي هسة، ولكن في حال أجاك سؤال، في حال أجاك سؤال زي هيك، ما أجاك سؤال زي هيك، استنى علي على الفيديو الجاي إن شاء الله. أول ملاحظة راح أحكيها هي عبارة عن شو مسافة التركيز، بتأكد لكم منها. أتوقع مش 3 على 4، بتأكد لكم منها. طيب هاي في حالة البيم، متى بستعمل 2 على 3 بي اتش؟ في حالة لما يكون مومنت ديجرام زي هيك، بدايته صفر ونهايته صفر، بقسم نصين، فهي تركيزة هيك، هاي تركيزة هيك، أوجد الرياكشن وبخلص. طيب في حال كان عندي المومنت ديجرام زي هيك مثلا، هذا مقعر، يعني انه بنتهي بقيمة وبنتهي بزيرو. فشو بحكي لك؟ بحكي لك كالتالي، اذا هاي بي وهاي القيمة اتش اللي هي انا طلعتها من المومنت ديجرام، فبحكي لك تركيزها هو ثلث في بي في اتش، لانه هذا الشكل والشكل الثاني بيعملوا لي ايش؟ اذا هذاك 2 على 3 وهذا ثلث، لو انا كملت مع بعض بعطوني بي في اتش، بعطوني بي في اتش. والمسافة التركيز هي 3 على 4، هي 3 على 4 بي، 3 على 4 بي. انا بتذكر سؤال جاني مره بالفاينل زي هيك، اعطيني هالمسافه 5، اعطيني هالمسافه 5، اوجد الديفليكشن عند البي. فانا بكل بساطه راح رسمت المومنت ديجرام، مومنت ديجرام زي قبل شوي هيك شكله. قيمته 5 ضرب 5 ضرب 2.5، 62.5 سالب على اي اي، يعني انه المومنت البيم الكونجوجيت هيك شكله. شكله هيك، وين المسافة 5. فشو صفت المشكلة؟ صفت المشكلة كيف أوجد الرياكشن. طب أنا أقطع، طب كيف أقطع؟ يعني ما إيش قطع. فبكل بساطة، بكل بساطة أنا رح قطعت هون على النهاية بالضبط. ف الشير راح يطلع معي سالب، سالب كم؟ سالب ثلث في بي في اتش، بس سالب ثلث ضرب 5 ضرب 62.5 على اي ار. هذا قيمة ايش؟ الثيتا عند البي، والفي عند البي هو ثلث بي اتش في 3 على 4 في 5، في 3 على 4 بي. هاي ايش؟ مومنت عند البي او الديفليكشن عند البي. فلي ثلث بي اتش، ثلث في 5 في 62.5 ضرب 3 على 4 في 5، بس اللي هي المسافة من الراس لهون 3 على 4 ضرب 5. بس هاي هي كل طريقة الكونجوجيت بيم. في حالة اللود كونسنتريتد وكان البيم اكثر من اشي، تحتاج طريقة السوبر بوزيشن. هذا السؤال لاحظ انه راح يكون عندي مومنتات كثيرة، مومنت ناتج من الكونسنتريتد، من المومنت لحاله شكله كالتالي، ومومنت ناتج من الرياكشن، ومومنت ناتج من اللود العادي. فنتج ثلاث مومنتات، حلهم لحال وحل. اما لو حليت على المومنت دايجرام الاصلي ممكن تنعجق، وممكن يصير كثير، ممكن ما يطلع معك نفس الجواب. المفروض يطلع نفسه، بس هو سهل لك الحل انه
سهل لك الحل. يعني هذا المومنت ديجرام له هاي راح يكون كالتالي، هذا رياكشن هيك، لو درجة الرياكشن، درجة الرياكشن إذا هاي 30 فأنا هاي بي واي، بي واي راح تكون لتحت، هاي 15 ف سيجما مومنت بتساوي 0، فبي واي في 15 بتساوي 30، إذا بي واي بتساوي 2، فإذا هاي 2 فبتكون هاي 6، هاي 8، الرياكشن هون بتكون عندي 2 في 24 ناقص 8 في 12 بيطلع معي قيمة، فالمومنت ديجرام بيكون عندي شكله كالتالي، هيك مثلا بتقعر هيك بصفر هيك، مش تقعر مش تقعر لينير، ها زي هيك، بعدين مثلا بتغير هاي، بعدين عندي هاي 30 مع قارب الساعة تعمل لي بوزيتيف مومنت، صفر لي زي هيك، فبيطلع عندي هيك المومنت ديجرام. فهذا المومنت ديجرام صعب انك تحل عليه، فهو عمل سوبر بوزيشن، فهو عمل سوبر بوزيشن، بس مش مشكلة، مش مشكلة. طبعا لاحظ هذا البن بضل بن او الرولر، هذا بصير بن وهذا بصير فريم، فعلا هذا الاشي صار. لاحظ هون في عندي ثيتا ليفت تساوي ثيتا رايت، وحل على اساسها ممكن نستفاد منها، هاي قطع واوجد الثيتا رايت واوجد ثيتا ليفت. لاحظ انه ثيتا رايت ثيتا ليفت ما ساووا بعض، ما بيساووا بعض في حالة الانترنال هنج، في حالة الانترنال هنج ثيتا ليفت لا تساوي ثيتا رايت، هاي بجوز ما حكيت طريقة الدبل انتجريشن، في طريقة الدبل انتجريشن ثيتا ليفت ما بتساوي ثيتا رايت، مع انه المفروض نفسه، لانه المفروض نفسه ثيتا ليفت تساوي ثيتا رايت، لانه نفس الرياكشن، نفس الرياكشن، مش عارف كيف ما طلع نفسه بصراحة، حس في خلل. ولهي أصلا ثيتا بي هاي كمان مش عارف، حال هاي السؤال في خطايا، في إشي مش عارفينه، يعني هاي القيمة كم بدها تطلع؟ 228.6 زائد 225 طلع صفر. تلتا بي المومنت نفسه، يعني ما بفرق معي مومنت يمين مومنت يسار، نفس الديفليكشن، ولكن هو كاتب هاي رسم لك من الرسمة من الثيتيات مش نفسهم. السبب جزء اختلاف اللود، لأن اللود هون مومنت وهناك لود رياكشن، فأثر على الحل. فهاي أمثلة، بتلاحظ كل الأمثلة ما في لود مستطيل، لأنه بعض الكتاب مش شارح السوبر بوزيشن، ولكن طرق ثانية أو كتب ثانية راح تلاقي إنه شارح السوبر بوزيشن. طبعا لاحظ إنه كل سؤال نفس السؤال له فرعين، واحد بالمومنت أريا واحد بالكونجكت بيم. المومنت أريا ما راح أشرحها، الكونجكت بيم كافية لحل السؤال. طبعا بدي أعطيكم ملاحظة إنه الأسئلة ممكن تيجي كالتالي، الأسئلة راح تيجي كالتالي، هذا أي شابتر؟ شابتر 9 راح تيجي الأسئلة مثلا زي هيك، هذا أوجد السؤال يوجد كونجكت بيم مثلا، بيجي مثلا سؤال زي هيك، بس ما بيجي السؤال هذا، بيجي الدكتور بيعطيك الأم على إي آي ديجرام، بيعطيك هذا الشكل، بقول لك إذا ال كذا أو أم نوت كذا، احسب الديفليكشن مثلا هون، أوجد ديفليكشن هون، يعني الدكتور بجيب لك إشي أسهل من اللازم، ما بجبرك إنه ترسم مومنت ديجرام هاي، لا ممكن يجيب لك إنه الرسمة هاي جاهزة، أنا بتذكر سؤال زي هيك أجاه. كان منطقي بقول لك اذا اي كذا وهاي كذا احسب لي مثلا دلتا س، فبتطبق القوانين هاي. ما بديش هذا السؤال عادي، اسئله كثير هذا السؤال مثلا ممكن مره عجبني بإحدى الايام يعني، فبدي تعرف انه ممكن ما يجيب لك البيم الاصلي، لا ممكن يجيب لك السؤال. انا مش انا قلت لكم انه انت الدبل انتجريشن هي كافيه للحل، الدبل انتجريشن هي كافيه للحل لاي سؤال، بس الكونجوكت بيم ممكن يجيب لك الام على اي اي ديجرام، فصيحتك شو بده، عشان هيك انت مجبور تدرس طريقة الكونجوكت بيم. شو رايكم كافي؟ اعطيكم الف عافية.